طبق سيارته على صفحة عادي، أغلق الأبواب عادي، غلق الجام عادي، كمل زيارة القبر عادي، قرأ الفاتحة بكى عادي، رجع للسيارة لقى جام الشباش مكسور مو عادي، لقى النقال مالته مبيوق مو عادي، لقى المحفظة مالت الفلوس اللي خالها بطن السيارة مبيوقة هم مو عادي. فبالتالي هذا اللي صار. فأكو شخص كان قريب من الحادثة اللي صارت وتعاطف مع هذا الرجل المسكين اللي تورط ورجع لقى سيارته على هالحطة هذه. خلونا نشوف الفيديو ونرجع من بعدها وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الأموات جميعا. هسه احنا حاليا في مقبرة والي السلام. السلام على الأموات جميعا ورحمة الله وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة وين يلقى قبورهم. طبعا هسه انت فد والله العظيم يعني من تريد تسولف موضوع يعني موضوع حتى عيب تحكي موضوع يعني شلون ما ادري يعني انت تسح من روحك من تريد تسولف يعني بين المقبره وبين الاموات. يعني هسه واحد والله العظيم من يدخل المقبره يشوف هاي الناس يشوف هاي القبور يعني يقول هاي الناس هذا بني ادم هذا العطر والكشخه والنفخه وابو فلان وكذا هاي بس قبور. شوف بس قبور الله يوم لا تنفع لا مال له. يعني هسه زاير خطيه اجى طبق سيارته عايب غراضه بالسياره مو هيك عايب غراضه بالسياره وخطيه وهويته ومنتسب اعتقد منتسب وموبايله خطيه عافن بس نزل يزور امواته اجى اللي قدام مكسوره والقراب مأخوذات كلهن والموبايل. يعني أنا بهسه هذا اللي يسوى هذا الفعل يعني بس أريد أعرف الله سبحانه وتعالى وين يعني يعرف الله ما قال هسه أنا حالي من حال هالناس الموجودة هنا باترون حالي من حالهم إيش راح يسوي بالموبايل خطية موبايلة وغراضة وماخذ السنوية مال إجازة مالته يقول غراضة كلهن ماكسر كاسر الجامعة ماخذها استغفر الله ربي وتوب لك. وين بنادم وين يريد يوصل بعد من يريد من يشوف هاي القبور يشوف هاي المقبره اللي ما لها نهايه ولا بدايه والله العظيم تختنق والله العظيم من تدخل المقبره والله العظيم تكره مو بس الدنيا تكره هاي اللبس اللابسه تقول هسه انا واتر انا شنو اللي يفيدني شنو اللي ينفعني ثم اخذت الغراض ما قلت هذا زائر خطيه عائلته وكذا ليش تاخذ الموبايل